C'est magnifique. طرف الأندلسيين المطرودين من إسبانيا مسلمين ويهود حملت معهم حضارة الأندلس المشرقة مجسدة في المفكرين ابن رشد وابن ميمون. والصورة الثانية أنه داخل هذه القاعة ذات الرمزية كان يجلس المسلمين واليهود جنبا إلى جنب كممثلين للساكنة والمدافعين عليها. سيدات والسادة، اليهود تطوان قوي بالجهة، فشارع تطوان في مدينة طنجة بني من قبل يهود تطوان وفق خصائص عمرانية متميزة وشاءت الأقدار ومشيئة الرب أن غادرنا يهود المدينة في اتجاه أصقاع العالم، ولكن كل ذلك لم يمنعهم من القدوم سنويا بالعشرات لإحياء أعيادهم وذكراهم، ويعبر ذلك بالملموس عن ارتباطهم أو ارتباطهم القوي بأرض أجدادهم وآبائهم. السيدات والسادة، نسعى من خلال هذا اللقاء التجسيد الفعلي للنص الدستوري الذي أكد على الرافد العبري من بين روافد بناء وإغناء إلى التعريف بالإرث الحضاري ليهودية الأساس اللي كان كاين في مدينة ديال البار كان رئيس ديال الجامعة أرسم هاد الصورة وغادر المدرسة. آخر صورة رسمت في دوان سيدي.
أجل.